مقطع من جهة ثانية وهجم الفريق الطيران، هجم الفريق خطرة بيرحى خطورة. جول لفريق الطيران هجمة سريعة من الجهة الثانية، اعتقد صدها من جهة اليمين حسين العابي واودع المرمى. شوف هذا بالتصوير البطيء، شوف خالد فاضل يتقدم من الجهة الثانية ويلعب كرة تروح، وحسين العابي متقدم ويا المدافع ويودعها مرمى فريق الطلبة. هدف لصالح فريق الطيران مقابل لا شيء. خالد فاضل متقدم، قريبين عليه المدافعين، وتوغل تماما ولعب كرة على الزاوية البعيدة تماما، وعدنان درجال أيضا قريب وياه ويا حسين العابي.